من ضمن مشاكل السكر انه مرض ما بيرجعش في كلامه. يعني ايه ما بيرجعش في كلامه؟ يعني اثر على الحاجه ويستمر في التاثير على الاعصاب الطرفيه، الم، تنميل، شكشكه، حرقان مستمره صبح وليل، اسوه، كل ده لانك انت اهملت في علاج السكر، لان انت ما سمعتيش كلام الدكتور وخدتي العلاج في وقته يا مدام، لان انتم استهونتوا بهذا العدو اللدود، هذا الصديق القاسي اللي اسمه السكر، ما عملتوش كصديق ودود رفيق حياه. التمن ممكن يكون غالي وممكن يكون مستمر ويفضل طول العمر، بس ساعات بيكون قاسي جدا لما يكون الالم قاسي جدا، وبتبدا القصه باهمال، اهمال في سمع الكلام، اهمال في الطاعه، والتمن بيكون غالي قوي. المشيمة الملتصقة تحدث نتيجة تكرار الولادة القيصرية. المشيمة هي الجسم الذي يوصل الغذاء للجنين عن طريق الحبل السري. الطبيب الذي يقوم باستئصال الرحم في كل حالات المشيمة الملتصقة. مش كل حالات المشيمة الملتصقة يجب استئصال الرحم فيها. لو لم يتم تشخيص الحالات دي أثناء الحمل ممكن ينتهي الأمر بفقدان الرحم والأم والجنين كمان لو هو معرفش يتصرف كويس. الأستاذ الدكتور حسن مصطفى جعفر، أستاذ مساعد أمراض نساء وتوليد كلية الطب القصر العيني، استشاري طب الجنين وحدة طب الجنين القصر العيني، زمالة جراحة المناظير جامعة كلون ألمانيا، عضو الجمعية الدولية للموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والتوليد. أهلا بكم. كان نفسي زمان أقدم فوزير، والله قدمتها فوزير طبية، كانت حلوة خالص زمان قوي. لكن خليني أقول لكم فزور حاجة رجالة وستات كتير عارفينها، حاجة دايما الراجل يجي يقابلني يقول لي الحق ده أنا كذا ومراتي كذا، وبعدين مرتبكين الاثنين خايفين. عشان ما طولش عليكم، وبعدوا دلوقتي عمالين تفكروا إيه يعني الار اتش أو عامل ريسس، أو عامل ريسس ده من الناس، أو عامل ريسس ده من الحاجات اللي كتير من الشباب والبنات بيعرفوه لكن مش عارفين تفاصيله. انتوا دلوقتي بتسالوا نفسكم طب هو ده مرض؟ يعني لما الراجل يطلع ار اتش بوزيتيف ولا نيجاتيف والست تبقى غيره، يعني وهو رايح ياخد الشبكه ويروح ولا يعمل ايه؟ يعني ده سؤال. طب ده يعني هيعمل يعني لما يخلفوا ولد الولد هيطلع بيحب ابوه وبيكره مامته ولا العكس؟ طبعا ده كلام لطيف يعني، لكن مهم ان احنا نفهم هذه الحلقه المهمه جدا واهميتها نتيجه انتشارها، لانه مفيش، انا بقابل كتير قوي من الشباب المقبل على الجواز بيسالوني في عامل رايسس او الار اتش. تعالوا نشوف هذا الحوار المثير مع ضيفي، طبعا صاحب الاختيارات الرائعه وصاحب الحضور المتميز والعلم الدقيق وايضا صاحب الاختيارات المختلفه. يعني كان سهل قوي نتكلم على الحالة المجاري، سهل جدا نتكلم على الفايبرويد، سهل جدا نتكلم على بطنه الرحم المبكره، لكن هو قال ده كله أنا هتكلم عليه بس نتكلم عن الحاجات اللي محدش بيتكلم عليها الأول، فمن ضمنها هذا الحوار المثير مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور حسن جعفر. أهلا بك يا دكتور حسن. أولا أحييك على هذه الاختيارات الرائعة، يعني أنت اللي فتحنا الفرصة إن احنا نتكلم في لا 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 ده فيها. لا ده دي اجتهاداتك وإبداعاتك الرائعة. الله يخليك. هنشوف إيه الفازورة؟ فازورة؟ محل الفازورة. مع عامل رايسس والأبيض والأسود والرمادي. أبيض، أسود، أم رمادي؟ الار اتش ليس مرض ولا يؤثر على الاولاد او خصوصا الجنين الاول. ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض. تمام. اولا هو اسمه ار اتش، الناس كتير بتقول هو اسمه اتش ار، اتش ار ده اللي هو اللي شغال في الهيومن ريسورسز ده، اسمه ار اتش. هو اسمه عامل ريسس فعلا، او ده بروتين معين بيبقى موجود، لو هو موجود يبقى الار اتش بروتين ده موجود، يبقى السيده او الزوج اسمه ار اتش بوزيتيف او ار اتش موجب، لو مش موجود يبقى ار اتش سالب او نيجاتيف. موجود في الدم. موجود في الدم.
وده تحليل بيتعمل، تحليل دم بيتعمل. مفيش حاجه اسمها الارش طلع عندي حلو او طلع عندي وحش، ان هو مش حلو وحش. المريض تقول انا طلع عندي حلو، هو مش حلو، هو 15% من البوبوليشن، 15% من الشعوب ار اتش سلبي. فهو مش مريض، مفيش حاجه اسمها مرض موجود في 15% من الناس، ده مبقاش مرض. زي مثلا تيجي 10% بيكتبوا ايدهم الشمال، هل دول مرضى؟ لا مش مرضى. فهو مش مرض، عينها زرقاء، عينها خضراء، هو فاريشن، نوع من البشر. ف 15% من الناس عندهم الار اتش، وقار الار اتش مش اتش ار، سلبي وليس وحش، سلبي. وده مش مرض، ده تركيبه معينه من البشر موجوده 15% من الناس. ولو وحتى لو السيده ار اتش سالب لا لا ما يؤثرش خالص على الجنين الاول، الا في حاله لو هي خدت نقل دم قبل كده مش مظبوط، دم موجب وهي سالب، او حصل اختلاط في الدم وهي بتاخد يعني. ولكن في لو في السيده اول حمل ليها ما خدتش اي نقل دم قبل كده، ما يحصلش اي تاثير لو هي ار اتش سلبي على الجنين الاول. طب حالات الار اتش السلبي هي من تحتاج الى حقنه الار اتش فقط، اما الار اتش الايجابي فلا تحتاج. يعني الست اللي عندها ار اتش ايجابي دي ما تحتاجش. مظبوط. ما تيجي الام تقول لي دلوقتي انا ار اتش ايجابي لازم جوزي يعمل تحليل، اقول لها لا خلاص، طالما انت ار اتش ايجابي ما انتيش محتاجه حقنه ار اتش، خلاص ار اتش بتاعك بوزيتيف، ما انتيش محتاجه لا تسالي هعيد التحليل ولا لا تاني، لا تسالي جوزي سلبي ولا ايجابي، لا تسالي الجنين بتاعي سلبي ولا ايجابي، لانها خلاص حتى لو الجنين ار اتش سلبي وهي ايجابي ما يحصلش حاجه، ما يحصلش حاجه، ما يحصلش. العكس هو لو الجنين ايجابي وهي اللي سلبي. ايوه حلو قوي دي. بس انما لو هي ايجابي والجنين اي حاجه مش مشكله. كنت لسه هسالك والله. يعني لو الجنين هو اللي ايجابي وهي اللي سلبي مشكله، تتوتر، لازم تاخد مضاد. يحصل. انما لو هي العكس، الجنين سلبي وهي ايجابي، خلاص مفيش مشكله. مفيش مشكله. حلو قوي الكلام ده، احفظوا الكلام ده، الكلام ده مهم جدا. يوجد ازمه في توفير حقن الار اتش الان في لو في حاجه اعلى من الابيض ممكن نقولها. ابيض قوي ده، ابيض ابيض ده، ابيض ده ما بيعبر عن واقع اسود. شوف حضرتك الحقنه الار اتش دي او الانتي دي انتي بوديز، الحقنه اللي اسمها الانتي دي، دي كان حقنه مستورده، فكانت متواجده قبل ارتفاع سعر الدولار. حلوة. لما ارتفع سعر الدولار غالي جدا، كانت سعرها الاول 300 جنيه وصلت ل 700 جنيه في الصيدليات ومش موجوده، فبتتباع في السوق السوداء دلوقتي فوق ال 1500 و 1700 جنيه، ده لو لقيتها. كالعاده ازمه الضمير اللي بنواجهها طبعا، حاجه مش موجوده واحنا بنحاول نوفرها. والله تبقى موجوده، بس طالما انت ازمه تعالى نعمل لها ازمه. احنا بقى فطبعا فهلوه تاخد الولاد زي السكر، زي اي حاجه تقريبا، يعني ازمه السكر كده. فالحقنه مش موجوده فعلا، وسعرها مرتفع جدا، ارتفعت من 300 جنيه في رسميا الى في السوق السوداء الى 1700 و2000. بتسمع ارقام بقى، انا واحد جابها لي ب 2500 جنيه، واحد قال لي ممكن اجيبها لك بس تعالى بس هنا عشان لو بعتها لك قدام الناس ممكن يتقبض عليا. ولو لقيتها لازم دلوقتي بتتباع في مثلا المصل واللقاح، لازم تجيب ورقه من الدكتور ان انت ار اتش سالب ومع التحليل انها ار اتش سالب وتاخدها، والكميه ما بتكفيش كل الناس. فده بيجد برضو طالما مفيش كميه متوفره لكل الناس، هيوجد باب خلفي او السوق السوداء عشان الناس اللي ما لقوش في المكان الرسمي يجيبه. فطبعا ابيض ابيض ابيض. وطبعا برضو السؤال يعني المهم، او هي الكميه مش مكفيه ليه؟ هل فعلا الكميه مش مكفيه ولا في حد خلاها مش مكفيه؟ طبعا ده ابيض، محتاجه ابيض ابيض ابيض. طيب تعال نروح للفقره الثانيه، نشوف مين الجاني جاني ومين المتهم. ويبقى عندي صوره حلوه قوي جاني كده، بس مش باينه ورا القضبان. انا عايز اجيبكم صوره وهو باين من بره القضبان كده، ودقنه طويله بس مش زي ده، دقنه مش مهذبه بقى، مش زي دي دقنه ايه متنيق يعني، وحش كده وناكش دماغه وكده. نروح نشوف يا سيدي المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ المعمل بقى اللي بيدي نتيجه خاطئه للتحليل. ده اكيد جاني، ده جاني، ده جاني وحش، ده ممكن ينهي مستقبل السيده ال تبقى في الحامل بعد كده. يعني ما انا هو طلعها ار اتش ايجابي، ايوه، وهي ار اتش سلبي. تصدق ان انت على فكره برضو الصوره دي انت اللي ملاقيها. بس انا هستلفها منك بقى. طيب. لان انا هحطها في فقره بعد كده، الشمع الاحمر. طيب كويس. فقره اسمها الشمع الاحمر. في حتت كتير انا اتمنى تتشمع بالشمع الاحمر. مش معامل بس يعني عيادات كمان ومستشفيات ومراكز. انا بخاف من كلمه مراكز. لان المركز ده بيبقى ساعات صاحبه يدور على صاحبه ما بتلاقيش لا دكتور ولا حاجه خالص. صح. فالمعمل اللي هو طلع السيده انها ار اتش ايجابي وهي سلبي، واحنا اعتمدنا على النتيجه دي،
وما ادينهاش حقنه الار اتش انها ار اتش ايجابي. بعد كده الحمل الثاني نفاجئ ان الجنين فيه مشاكل وانيميا وهارت فيلير وهايدروبس بنسميها او استسقاء. فانا مستبعد انها ار اتش سلبي لان انا اوريدي عامله تحليل. فقلت طب عيد التحليل يطلع سلبي. طب احنا ايه ده المشكله ايه؟ مشكله المعمل الاولاني طلعت ايجابي وانت سلبي ما خدناش الحقنه مما ادى الى هذه الماساه. فلازم المعمل يكون متاكد جدا حتى في السلبي او ايجابي، وبالذات في لما يطلعها ايجابي، لان هو طلعها ايجابي يبقى كده خلاص يعني مش تاخد حقنه ار اتش. فانا ساعات بعض المرضى يقول لك انا عيدت التحليل مرتين، ما بزعلش منهم، انما دي حاجه كروشال جدا، ما ينفعش نغلط في تحليل سيمبل زي ده، تحليل سهل وممكن يؤدي الى مشاكل، خاصه في واحده حامل او واحده هتاخد نقل دم او واحده مشكله. لا مش بس في الحمل، نقل الدم، واحده انت طلعتها ايه بوزيتيف وهي ايه نيجاتيف، وتديها دم بوزيتيف وهي نيجاتيف، هيحصل لها تكسير في الدم، ممكن تهارت فيلير وتموت ريال فيلير. الطبيب الذي يطلب عمل تحليل ار اتش ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ جاني. جاني طلعوا لنا القضبان. ده جاني طبعا. يعني ما ينفعش مريضه حامل يطلع لها في اول متابعه تحليل يكون خالي من تحليل ار اتش. هي دي قضبان سجن يا عم الحاج، دي قضبان دي قضبان اصلي. ماشي خليني ماشيها سجن. لازم ما فيش تحليل يطلع من طبيب لسيده حامل لاول مره او غير معروف الار اتش بتاعها غير لازم يكون في تحليل ار اتش، ده لازم. الطبيب الذي لا يعطي للمريضه حقنه الار اتش في الشهر السابع هو؟ لا ده انا شايف انه بريء حاليا. ليه؟ هو طبعا مفيش مرضى كتير لما اقول لهم يا جماعه انتوا ليه احيانا الار اتش السالب يصح تاخد حقنه ار اتش اثناء الحمل، تقول لي اثناء الحمل احنا هناخدها بعد الولاده بس، اقول لها لا، الريكومنديشنز احنا جبناها في صوره من مره من شويه ممكن نعيدها تاني. ان في ريكومنديشنز بتوصيات معظم الجمعيات الطبيه العلميه الخاصه بامراض النساء ان المريضه تاخد حقنه الار اتش في الشهر السابع نفس الجرعه اللي هي 300 مايكرو جرام في الاسبوع ال 28 او ال 30، يعني في نص السابع او اخر السابع. نتيجه دلوقتي ان المريضه مش لاقيه الحقنه اصلا، مش لاقيه الحقنه اصلا اللي بعد الولاده اساسا، فلما اقول لها انت هتاخد الحقنه مرتين، مره في الحمل ومره في الولاده، تقول لك انا مش لاقيها اصلا، ولو لقيتها دي غاليه جدا ناخدها مرتين ليه؟ لو المريضه تستطيع انها تاخدها وموجوده يصح ان احنا ناخدها في الشهر السابع، لو مش متوفره او سعرها غالي على المريضه بنكتفي ان احنا نديها لها بعد الولاده خلال 72 ساعه. متهم والجاني والبريء. وهم شك ام يقين؟ الستات الكبار لما بيدخلوا في الطب دمهم خفيف. بتلاقي الست جت مع الزوج والزوجه بقى الحامل يعني جت يا لهوي ايش سالب. طيب المره واحده قالت لي يعني عندها الايدز. يعني قله وعي طبي. الناس طيبه يعني. الناس مش عارفه والله. طيب كل حالات الار اتش السلبي تحتاج الى انها تاخد ار اتش، دوام ولا شك ولا خير؟ ده واحد. لان احنا لو عملنا للزوج تحليل وطلع هو كمان سلبي خلاص يبقى انتوا الاثنين زي بعض سلبي 15% سلبي زي بعض. يبقى البيبي هيطلع سلبي بنسبه 100% يبقى مش محتاجين الحقنه. انما لو الزوج طلع ايجابي يبقى هتحتاج الحقنه. لا يوجد علاج للحالات التي لم تاخذ حقنه الار اتش على الاطلاق، ده وهم ولا شك؟ ده وهم حاليا بقى وهم. ان احنا لما بنلاقي ان السيده ما خدتش حقنه الار اتش وبدا يبقى عندها اجسام مضاده، بنتابع بالتحليل اسمه اندايركت كومبس، بنلاقيه بيزيد ونقيس كمان نسبه الاجسام المضاده. اول ما نلاقي البيبي بدا يحصل له تغيرات معينه في شريان حاجه اسمها ميديا سيريبرال ارتري في المخ، يعني معناها ان بدا يظهر انيميا، بنعمل حاجه اسمها زي الصوره اللي واضحه قدامنا دي نقل دم للجنين داخل الرحم. بنقل له دم عشان هو مشكلته انيميا ومش تشوهات. الناس بيقول لك بيجي له تشوهات، لا مش تشوهات، بيجي له انيميا نتيجه تكسير لدمه. فانا علاجي ايه؟ ان انا اروح مدي دم اعوض التكسير ده، وكل اسبوعين او ثلاثه بعيد تاني نقل الدم مره تانية لغايه ما ابقى اوصله الاسبوع ال 34 هو نص الشهر الثامن اولدها. خلاص بعد ما ولدت البيبي بنحمل له هيموجلوبين بره، لو لسه انيميك بديله دم بره، ما فيش بيبقى بيبي طبيعي جدا مش متشوه ولا حاجه. طبيعي جدا مش عارف، هو بس عنده انيميا. اخذ الحقنه في اول حمل لابد من تاثر الجنين اثناء الحمل الثاني. دي من رحمه ربنا علينا بقى، ان هو كان زمان اصلا مفيش حاجه اسمها ار اتش. مفيش حاجه. فهل كل سيده ار اتش سلبي ما خدتش الحقنه الحمل الثاني هيبقى في الجنين هيموت ويحصل له انيميا؟ لا 30% بس. يعني لو كل 10 سيدات ما خدوش الحقنه ثلاثه بس اللي هيحصل لهم مشكله في الحمل الثاني، ده من رحمه ربنا بينا. بس ده مش معناه ان احنا ما نديش الحقنه. بس معناه ان لو حصل خطا بعض الاحيان او بتاع المعمل او الدكتور نسي، في نسبه كبيره جدا من المرضى دول الحمد لله ربنا بيحميهم من الموضوع ده. فالحمد لله في نسبه بتعدي على خير بالرغم من ان هي ما خدتش الحقنه.
بس الحمل الثالث بقى اكيد ممكن فيه. يحصل بقى كل حمل بقى بيبقى عندنا نسبه 70% ممكن يحصل ما يحصلش فيها او 30% ممكن يحصل. انت بتلعب راشي روليت يعني بالزبط. انت وحظك خليك تحط نفسك الموقف. ضيف العزيز المبدع الاستاذ دكتور حسن جعفر، انت نورتنا واسعدتنا. انا اللي سعيد بوجودي معاك، خليكم دايما مع الناس الحلوه. اكبر جريمه ممكن تعمل لمريض قرنيه مخروطيه؟ القاعده الاساسيه ان الطفل اللي بنعالجه بالفيمتو ليزر او بنعمل له تصحيح نظر احنا بنحل له مشكله هو مولود بيها. القرنيه المخروطيه مرض متطور يعني لازم توقفه عند حده، ما كنتش تقدر توقفه عند حده هو اللي هينتصر وهيدمر القرنيه وانت هتخش في مأساة تانية خالص انك هتعمل زراعه قرنيه. خليني اكلمك عن مظهر مرضي على فكره من مظاهر ساعات تصلب الشرايين وساعات ما يبقاش له سبب معروف، مرض اسمه الباركنسونيزم او مرض الباركنسون، مرض اللي جه شهره قوي الملاكم العالمي محمد علي كلاي. الحقيقه المرض ده في البوكسرز في الملاكمين بيحصل. المرض ده تدريجي قوي قوي وبيبدا برعشات خفيفه في الايد وممكن جدا تلاقي الانسان عنده لحسامه في الكلام وتلاقي تركيزه بدا يقل وتعبيراته الوجهيه تعبيرات الوش بتاعته تبدا تثبت، يسموه ماسك فيس. ماسك فيس يعني وش كانه لابس قناع وممكن جدا حركته تبقى تقيله. المرض ده ساعات بدايته تبقى غريبه جدا انه الانسان هو بيمضي ورقه او شيك تترفض لانه ارتعش فالامضه بتاعته اختلفت. المرض ده خطير ومرض على فكره كتير من الناس بتصاب بيه ويكتشف في وقت متأخر بعد ما يكون المرض تمكن من الإنسان. علاجه مهم جدا ولازم يكون مستمر ولازم يبدأ بدري. المرض ده اللي شعره محمد علي كلاي لكن هو موجود ومنتشر في كل مصر. دلوقتي احنا بنعمل سكرين للناس، يعني اللي جاي لي بيلبس نظارة بعمل له بصمة عين على طول. اللي عنده تاريخ مرضي في العيلة بعمل له بصمة عين. الدكتور لو ما عملش فحص للقرنيه مظبوط ممكن يحول الانسان ده من انسان عادي نظره ضعيف لانسان عنده قرنيه مخروطيه. في ناس النظاره ما بتناسبهاش. الحول بيروح لوحده حتى لو كان وراثي او حتى لو كان مكتسب، مفيش حاجه اسمها كده. يبقى عدواني؟ مش عدواني بس عصبي جدا، حضرتك بيشوف الحاجات غير اللي احنا شايفينها. الاستاذ الدكتور محمد لاشين أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة الأزهر، دكتوراه طب وجراحة العيون، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، استشاري الشبكية والجسم الزجاجي والليزر، استشاري تصحيح الإبصار والليزك. أهلا بكم. من ضمن المواضيع اللي هنتكلم فيها النهارده بدقة شديدة يعني زي ما يقول هنسبر أغوارها موضوع القرنية المخروطية. والحقيقة القرنية المخروطية مرض من الأمراض اللي يعني الدراما ممكن تستفيد منه جدا أو تطرحه بشكل واضح جدا. يعني لو أنا هكتب فيلم درامي عن مرض من أمراض العيون هنقي القرنية المخروطية لأنه حزين جدا. لأنه مرض أولا في زي ما أنا بقول كده حالة من حالات الميلودراما العنيفة. ليه؟ شاب كان بيشوف كويس جدا 12 سنة 13 سنة 15 سنة الدنيا ماشية زي الفل مفيش أي مشكلة خالص، لعيب كورة عنده أمال وطموحات إنه يكون نجم، نفسه يدخل كلية الشرطة، نفسه يدخل الكلية الحربية، نفسه يبقى طيار، نفسه يبقى دكتور جراح يشار له بالبنان، نفسه يبقى ممثل، نفسه أو نفسها ما هو بنت برضه. وبعدين بالتدريج يلاحظ إن نظره بيضعف. الناس في ناس في مصر كتير غلابه يا جماعه، ناس كتير قوي غلابه، في حتت في مصر ما عندهاش لا خبرات طبيه موجوده ولا عندهم، يعني تلاقي عندهم وحده صحيه فيها جي بي ممارس عام معلوماته عن الرمد اخرها كان في سنه رابعه طب وهو دلوقتي بيذاكر بقى يعني او فاهم انه الاهم انه يهتم بالنسا والتوليد ويهتم بالبطنه والضغط والسكر والحاجات دي بيذاكرهم هم عشان بس يقدر يوفر كم المطلوب منه والله يكون في عونه، يعني الراجل ده نرفع له القبعه والله يكون في عونه. مفيش اخصائي في المنطقه في الحته فالنظر عمال يضعف يقولوا له اي كلام حط قطرات
يروح لحد مش متخصص ما يعرفش هو عنده ايه ويطلع عنده قرنيه مخروطيه. المشكله في المرض ده انه بروجريسيف، انه بيزيد. المشكله في المرض ده انه بيجي في الشباب، يعني قسوته اكبر بكتير من قسوه المايه البيضاء. المايه البيضاء بتيجي في سن كبير شويه. صحيح الاثنين بيذهبوا اهم حاجه في جسم الانسان وجوهره مهمه جدا وهي العين، كل حاجه مهمه بس العينتين جوهره. لما بيروح النظر بالتدريج في سن الشباب كل حاجه بتقف، طموحاته وشغله واحلامه وجامعته ودراسته وعمله كله خلاص بيقف تماما. شاب مش شايف خلاص، وما تاخدش على انه ما يكونش مش شايف. يعني لو اتولد او هو صغير كان نظره ضعيف كان ممكن يتوليريت ده، يبدا بقى يدرس دراسه معينه مناسبه لان هو مش هيدخل كليه الطب مثلا، هيدخل كليه ادبيه، هيبدا يشتغل في الدعوه، هيبدا يشتغل في الادب، يشتغل في كمدرس لغه عربيه، مدرس لغه، مدرس مثلا ادب. كل ده هيفقده. الحياه بتختلف يا جماعه، الحياه كلها بتختلف. ده انا حبيت اتكلم بس على القرنيه المخروطيه من الناحيه الادبيه، لكن من الناحيه الطبيه الحوار مثير، وده من ضمن حواراتنا النهارده التي عنوانها في الاساس من اصعب الاشياء ان يبدا المشاكل البصريه منذ الصغر. مشاكل الصغيرين، الاطفال والشباب الصغيرين. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير استاذ الدكتور محمد لشين، اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا دكتور ايمن، اهلا بالساده المشاهدين، حضرتك اكثر والله. هنبدا بالجزء الاول النهارده، عندنا اربع اجزاء، ثلاثه واضحين ومعروفين، والجزء الاخير خلي لك مفاجاه، لكن خلينا نبدا بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ هناك اعتقاد شهير جدا في دماغ كثير من الناس ان القرنيه المخروطيه تحدث نتيجه خبطه في العين. الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ القرنيه المخروطيه اللي هو مرض القرنيه المخروطيه بيحصل نتيجه جين او نتيجه مرض حاجه وراثيه او نتيجه زواج قرايب. في القرنيه المخروطيه او ما يشابه القرنيه المخروطيه بيحدث نتيجه اسباب ثانيه خالص، منها الخبطه في العين ممكن. ممكن بس ما نسماش قرنيه مخروطيه، لان لو اتخبط في عين واحده وحصل له ضعف في القرنيه يحصل له قرنيه مخروطيه في العين دي بس. انما القرنيه المخروطيه المعروفه الاساسيه دي مرض وراثي بيحصل في العينين. اهم علامه من علامات القرنيه المخروطيه ان انا نظري كويس وفجاه بقى نظري بيضعف بدون اي اسباب. تاني علامه مهمه جدا ان انا نظارتي بتتغير بصفه مستمره وطريقه سريعه جدا، وانا المفروض في سن نظري ثابت فيه اللي هو سن ال 17 18، ومع ذلك كل شهرين ثلاثه نظارتي مش عجباني. علامه مهمه جدا ان انا عندي تاريخ مرضي في العيله، عمي وابن عمي واخويا الكبير وعندهم قرنيه مخروطيه، وانا المفروض اشيك على نفسي من اول سن ال 14 15. مهم جدا ان انا لما اجي اعمل فحص عشان اعمل تصحيح نظر زي ما احنا شايفين صور تخطيط القرنيه، رايح اعمل تصحيح نظر او ليزك واعمل فحص الاقي عندي بدايات قرنيه مخروطيه اللي هو ليفل زيرو، او قبل ما تبتدي القرنيه المخروطيه تعبر عن نفسها. يبقى انا لازم الحق نفسي في المرحله دي عشان ما اوصلش لمراحل متاخره. الفيمتو ليزك قد يكون خيار ناجح لعلاج تاثر الابصار في الاطفال بدءا من 8 سنوات. ابيض ولا اسود؟ هو ابيض جدا، ونخليه ابيض اكتر ان هو من قبل الثمان سنوات كمان. من قبل الثمان سنوات الفيمتو ليزك مهم جدا 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 في ان هو بينقذ اطفال كتير قوي من مشاكل حول، مشاكل كسل، مشاكل ضعف النظر. ما بيحلهاش نظاره. لازم نتاكد من النقطه دي يا دكتور ايمن، مش بديل للنظاره، الفيمتو ليزك ما هواش بديل للنظاره، الفيمتو ليزك هو العلاج الامثل الاوحد لمشاكل ابصار عند الاطفال. ما ينفعش نفاضل بينه وبين النظاره، ما ينفعش نفاضل بينه وبين غطاء العين، ما ينفعش نفاضل بينه وبين عمليه حول. ده قصه لوحده. في امراض في الاطفال بيعالجها الفيمتو ليزر. زي ايه؟ اللي هو يكون عنده طول نظر شديد جدا وداخل في كسل، او هو يكون عنده طول نظر وعامل له حول وفي تاريخ مرضي في العيله للكسل، او يكون عنده كسر نظر في عين شديد جدا والعين الثانيه بسيط جدا، او يكون عنده طول نظر في عين وقصر نظر في عين. ده وارد؟ ده بيحصل كتير جدا عشان تبقى عارف حضرتك، وحالته مش نادره. انا اول مره اعرف ان ممكن عين يبقى فيها قصر وعين يبقى فيها طول. ماينس 9 وعين بلس 4، حضرتك ده الفرق بين العينين دلوقتي يعتبر 13. دي ماينس 9 ودي بلس 4، الفرق 13. المخ ما يستوعبش فرق اكتر من 4-5 درجات. الفرق 13 حضرتك ما فيش قدامك حلول غير انك تصحح له العين دي والعين دي عشان يبقوا الاثنين في نفس المستوى، فالمخ يستوعب ان الاثنين شايفين. بعد تعرض القرنيه الطفل للليزر لا يمكن تصحيح، طبعا تصحيح النظر لا يمكن تصحيح النظر او التعامل مع القرنيه مره اخرى في المستقبل. يعني الليزر مره واحده بس. ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ هو السؤال ده له معنيين. في معنى ان انا محتاج اعمل تصحيح تاني لما اكبر،
هو الطفل ده محتاج يعمل تصحيح تاني لما لا هو مش محتاج هو عمل تصحيح مره مش محتاج يعمل تصحيح تاني لما يكبر انما هل العين اللي عملت تصحيح مره قرنيتها ما تسمحش ان حد يلمسها بعد كده لا عادي جدا حضرتك القرنيه تلمس بعد كده عادي محتاج يعمل اي حاجه في قرنيته بعد كده يقدر يحتاج يعمل عادي جدا عنده اي مشاكل في القرنيه يقدر يعالجها عادي في حياته اللي هي بتعوق التدخل ولا بتعوق ان القرنيه يتحط لها ليزر تاني ولا حاجه انما القاعده الاساسيه ان الطفل اللي بنعالجه بالفيمتو ليزر او بنعمل له تصحيح نظر احنا بنحل له مشكله هو مولود بيها مش بنعالجه مسكن مؤقت ويحتاج بعد كده يعمله تاني ويحتاج يعمله تالت ولكن هل لو احتاج اي ليزر في حياته يقدر يقدر عادي جدا لان السؤال ده بنتساله كتير قوي يا دكتور هتروح على ابني فرصه انه يقدر يعمل ليزر تاني في المستقبل هو ان شاء الله مش هيحتاج ليزر في المستقبل واذا احتاج لاي سبب من الاسباب لا ما تضيعش عليه فرصه ولا حاجه هنقيمه انسان عادي جدا بنظره بسمك قرنيته بتخطيط قرنيه ويعمل اللي هو عايز يعمله طيب في الكبار عندما تكون هناك عين ضعيفه يحدث نوع من انواع الحول في الكبار ابيض ولا اسود ابيض جدا جدا على فكره في ناس بيبقى طول عمرها ما عندهاش حول وعايشه بعينها كويسه جدا وساعة لما يجي له في العين دي ميه بيضه مثلا او يتخبط فيها او يجي له قرحه في القرنيه اي حاجه تخلي النظر مش نص مش قوي قوي ومش مركز فيه توصل العين دي بدات تحدف على جنب كده فقول لك ده بعد ما جاله التهاب حول لا حضرتك هو مش بعد ما جاله التهاب حول هو لما جاله التهاب ظهر الحول اللي ما كانش ظهر طبعا ابيض جدا جدا يعني الحاله دي كده لا الراجل ده يعني يعني ده راجل حبيبي جدا والراجل ده عيني الاثنين بتشوف 6-6 ولكن هو عايش طول عمره بالحول ده وهو متعايش وما عنده ثقه في نفسه قويه جدا ما عندوش اي مشكله ان هو انسان احمل هو واثق في نفسه جدا ولكن هو قرر انه يصلح الحول على فكره هو كان عامل عمليه حول قبل العمليه بتاعتي دي بشهرين عند حد تاني من الزملاء يعني ما كانتش عاجباه قوي النتيجه ودي بعد الاعاده اللي احنا عملناها الحمر لسه في عينه حتى كان بعد العمليه فتره اقل من 10 ايام او اسبوعين العلاج الجراحي لشد أربطة العين أو عضلات العين هو الحل الأمثل للتخلص من الحول نهائيا ده رمادي رمادي ما نقدرش نقول عليه أبيض ولا أسود لأن حضرتك في حالات حول بيكون مشكلتها إن العضلات فيها مشكلة كبيرة جدا ولازم تتحل المشكلة عن طريق شد العضلات مفيش حل تاني إنما ما ينفعش واحد عنده حول لأن نظره ضعيف فأقول له تعالى نشد العضلات يعني ما أنا كده يبقى أنا اللي عندي حول يعني بيبقى واحد نظره ضعيف وعامل له حول وأنا أقول له طب سيبك من المشكلة دي بس هو تعالى نشد العضلات أنا كده أنا رحت في حتة تانية خالص وهبوظ له عينه خالص وهخلي نتيجة عكسية تمام فشد العضلات موجود في الطب ما حدش قال إنه اتلغى ولكن في حالاته المسموح بيها علاج الحول للكبار ينجح لفترة قصيرة ده معتقد عند الناس أبيض وأسود ولا معتقد عند الناس قوي جدا هو بالنسبة لي بالنسبة للناس هو أبيض هو بالنسبة لي أنا أسود لأن هو الناس معتقدة إن أنا خلاص طول عمري عيني حولة فلما أجي أصلحها عيني ترجع تحول تاني لا هو فشل عملية الحول عند الكبار له أسباب معروفة وإحنا بنحاول في أثناء العملية إن إحنا نستخدم تقنيات معينة عشان ما ترجعش العملية تحول تاني ولكن من أهم أسبابه المعروفة إن الإنسان يكون في عنده عين ما بيشوفش بيها نهائي نتيجة إصابة أو ما بتشوفش النور حتى يعني عندي كانها مش موجوده فحضرتك لما بتصلحها المخ بيبقى عايز يرجعها تاني حول ولكن فيها طرق كتير قوي بنقدر نعملها عشان ما يرجعش يحول تاني شوف حضرتك الشكل يعني شوف حضرتك شكل الكبار قبل وبعد يعني ناس تانية تحس ان هم مش دي صوره واحد غير ده او دي واحده غير دي يعني تحس ان هم صعبه يعني في صعبة اشكال جداً. واللي قبلها واللي بعدها كمان صور بيغير شكلهم فعلا فعلا يعني العين مراه الانسان يعني طبعا ده حول ضم جدا طبعا الاحمرار حوالين العين ده بيحصل فتره بعد دي في خلال يومين او ثلاثه بعد العمليه ده احمرار عادي بيحصل في الاول زي اي حاجه في الدنيا الواحد لو دخل في عينه رمش بتحمر يعني ده ما يخوفناش ولكن هو شوف حضرتك الفرق هنا بقى راح الاحمرار خالص شوف حضرتك بنت فوق على فكره كتير من البنات بتبقى عندهم الحاله دي في بعض الناس ودول بيقاوموا الحكايه دي ان هم بيتصوروا سيلفي من الجنب حضرتك دول بييجوا من الجنب كده وصوروا سيلفي عشان لو اتصورت في المرايه او اتصورت مباشر بيبان قوي ان في عين بتحدف دول بيتصوروا من الجنب دايما وهم عارفين الحكايه دي هنروح يعني نشوف الجزء الثاني الجزء الثاني ده مهم جدا متهم والجاني والبريء جاني متهم ام بريء السؤال ده سؤال مركب جدا ده سؤال بتاع واحد مثقف وبيتبانى كويس وبدا يفهم قوي ويذاكر ورانا قوي المريض اللي بيعاني من ضعف ابصار ضعف نظر وراح قيل له هتعمل ليزك بس هو عنده خوف شديد من عملية الليزك لأنه خايف يحصل له قرنية مخروطية القرنية تضعف فتقلب قرنية مخروطية ده راجل فاهم ده دي بتحصل على كتير من الدكاترة على فكرة يعني الدكاترة نظرهم ضعيف أبيض الناس اللي بتفكر كده دول متهم ولا جني ولا بريء المريض هو بريء المريض يعني بريء
لان حضرتك للاسف في حاجات في الطب كتير اتحولت ان يعني ايه شكل تجاري، يعني يلا كله يعمل ليزك، يلا كله يلبس عدسات، فظهر حالات ما كانش ما ينفع لها اصلا ليزك وبعدين عملت ليزك فدخلت في مشاكل اللي احنا بنسميه استخدام خاطئ او توجيه العيان في الطريق غلط، زي ما يكون عيان ما ينفعلوش عدسات لاصقه عشان عنده جفاف او حساسيه وتلبسه عدسه فيحصل له مشكله في قرنيته فنقول العدسه هي السبب، او عمل عمليه ميه بيضاء مش كويسه فنقول اصله زرع عدسه وهي السبب. لا، القرنيه المخروطيه لا يمكن تحصل بعد عمليه ليزك او فيمتو ليزك، لا يمكن تحصل الا اذا كان اصلا التقييم البدائي للعيان غلط او اختيار نوع العمليه غلط او الطريقه اللي اتعمل بيها العمليه مش مظبوط، يعني ده خطا طبي، ده خطا طبي. المريض اللي بيعتقد انه لا يمكن الحصول على نظر جيد او درجه نظر معقوله يعني في حاله القرنيه المخروطيه باستخدام النظاره او العدسات اللاصقه اللي هنا، ده متهم ولا جني ولا بريء؟ المريض يعني من خوفه، احنا نقول عليه بريء، المريض من خوفه ان هو يعمل عمليه في عينه او فاهم ان القرنيه المخروطيه دي حاجه مؤقته نظر ضعيف وخلاص انا راضي بالشويه اللي موجودين، فيبقى خايف يتدخل قوي فيقول لك البس عدسه او كده. لا، احنا لازم نفهمه النهارده وبناكد على المعلومه دي ان القرنيه المخروطيه مرض متطور. يعني لازم توقفه عند حده، ما كنتش تقدر توقفه عند حده هو اللي هينتصر وهيدمر القرنيه وانت هتخش في مأساة تانية خالص انك هتعمل زراعه قرنيه. فلازم نفهمه النهارده مفيش حاجه اسمها البس نظاره انا راضي بشويه النظر، مش هيفضلوا موجودين زي ما هم. البس عدسه لاصقه انا عاجبني الشويه دول، مش هيفضلوا موجودين زي ما هم. العدسه الصلبه كويسه ومريحاني وبقدر اتعامل معاها، هتعمل لك سحابات في القرنيه وهتعمل قرح والقرنيه المخروطيه متطوره في طريقها. لازم كل مرحله تتلحق عشان ما تروحش المرحله اللي بعدها هي الأسوأ. كل مرحله تتعالج وتتلحق هنا الزمن مهم قوي، الزمن مهم جدا جدا جدا. حضرتك قلت في بدايه الحلقه انسان عايش حياته كويس وصل عن سن ال 15 16 اتفاجئ ان نظره ضعيف او عنده قرنيه مخروطيه. هو فعلا سن نشاط القرنيه المخروطيه من سن ال 15 لسن ال 32، ده سن النشاط الفظيع والاكثر لاواخر العشرينات. الحوار حول الحول والقرنيه المخروطيه مليء بالاوهام، مليء بالاوهام، عشان كده الوهم والشك واليقين. وهم شك أم يقين؟ من أهم أعراض القرنية المخروطية وجود حساسية زائدة للضوء، ما بيستحملوش النور. وهم ولا شك ولا يقين؟ ده يقين، يقين. هنقول أعراض القرنية المخروطية ببساطة جدا عشان الناس تلاحظها كويس قوي. القرنية المخروطية أول حاجة عنده حساسية مفرطة للضوء، عنده أعراض جفاف شديدة جدا، أعراض جفاف شديدة جدا لأنه عنده جزء من القرنية بارز عن الباقي فبينشف بسرعة، فبيحس ان عينه دايما فيها جفاف، حاسس ان في جسم في عينه جسم غريب، يقول لك رمله او رمش في عيني. اشهر الحاجات ان هو بيجي يمشي بالليل يشوف الكشافات النور طالع من حواليها هالات ضوء، او الاستوب بتاع العربيات مش واضح، استوب واضح طالع منه هالات ضوء شديده جدا، او لما يلبس النضاره الشمسيه في النهار يحس ان نظره قل قوي. دي من اعراض القويه جدا للقرنيه المخروطيه. القرنيه المخروطيه تظهر في سن ال 20، حالتها غالبا مستقره ولا تتدهور. ده وهم ولا شك ولا ده خزعبلات، مش وهم بس، دي خزعبلات لان ده سن النشاط كده. ده سن النشاط بس ده قمه النشاط، يعني هو ده الكلام ده تخريف ده يعني. هو ده قمه نشاطها، قمه نشاط القرنيه المخروطيه في سن البلوغ، قمه نشاط القرنيه المخروطيه في سن الشباب، قمه نشاطها في اثناء الحمل. عشان تبقى حضرتك كمان عارف المعلومه دي مهمه جدا يا دكتور. في اثناء الحمل في ناس بيبقى نظرهم كويس ومستقر وقرنيه مخروطيه بسيطه مش شديده، وبعد الحمل بتحس نظرها اتدهور جدا. بعد الحمل ولا في الحمل؟ عشان تغيير الهرمونات في اثناء الحمل والرضاعه القرنيه بتتدهور جدا لان ده بيضعف القرنيه وبين العيب اللي فيها. بعد جراحات معينه في العين زي جراحات الشبكيه ممكن جدا يحصل حول في العين، ده الكلام ده وهم ولا شك؟ الكلام ده يعني نقدر نقول عليه شك شويه، لان كان في نوع من انواع عمليات الشبكيه كنا بنلجا لها ساعات في عمليات تليف في مركز الابصار، ودي كانت بتؤدي الى حاجه اسمها حول دائري وكنا بنصلح الحول ده بعدها. العمليه دي احنا بطلناها يعني، ولكن ما بقاش بيحصل كده دلوقتي. لا، عملنا فكره جديده، فكره اسمها فزوره طبيه. الفزوره الطبيه دي بنثبت للناس هدف مهم، ان اللي احنا بنقوله ده مسلم بيه ومفهوم جدا. ف الورق اللي على يمين حضرتك اللي انت ما شفتوش ده، اللي انا اصريت ان انت تخبيه او خبيته عنك، انا عايز اعرف ده ايه بالظبط. ده هترفع بس الورقه ليا، الورقه دي فيها جمله او معنى او حاجه، وانا هعلق لك بطريقه معينه هي الكلام اللي انت قلته لي قبل كده، فانت هتقول لي ايه اللي في الورقه دي. فده قدام المشاهد تجربه مهمه جدا تثبت ان العلم مهما تكرر او اختلفت الجمل فيه في النطق يعني، لكن مفهوم و
ثابت عند العقليات كلها. فنبدا بالورقه الاولانيه. الورقه الاولانيه اسلوب معين مشهور جدا في التعامل مع حول الاطفال، للاسف هو كان يعتقد انه هيعمل نتائج، لكن زي ما بيقولوا ده يعني حاجه كده اشبه بالكتابه على الميه. اكيد اكيد النضاره اكيد يعني النضاره يعني عيني خدت دور في فيلم هي ملهاش اي دور فيه خالص يعني زي في فيلم زي كده على الميه. ده كتابه في الهواء مش على الميه بس، هي كتابه في الهواء خالص. خدت دور في فيلم، بقول لحضرتك خدت دور وهي لا بطل ولا كومبارس، ملهاش اي دور في الفيلم خالص. فالنضاره ملهاش اي علاقه نهائي بعلاج الحول عند الاطفال. عند الاطفال طبعا. طيب الورقه الثانيه، الورقه الثانيه دي مهمه قوي. اكبر جريمه ممكن تعمل لمريض قرنيه مخروطيه هي جريمه وحيده، انك تعمل له ليزك. ايا كان نوع الليزك، يعني ايا كان مفيش حاجه اسمها سلفيمتو مناسب او الفيمتو، لا 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 ده صح. ده يعني دي جريمه نورتنا واسعدتنا. شكرا دكتور ضيف العزيز القيمة العلمية الكبير الاستاذ الدكتور محمد لاشين، كان كالعاده ممتعا في حواري في واحده من ادق المواضيع واكثرها انتشارا، وتظل القرنيه المخروطيه هي الميلو دراما في الحياه الطبيه الخاصه بالعيون. خليكم دايما مع دكتور من حق كل انسان انه يكون عنده اسنان حلوه. انا قبل ما ببتدي تصميم ابتسامه على الكمبيوتر بشكل الاول اللثه طبقا للتصميم المثالي للاسنان واللثه. في واحد لقى عنده ضب زي ما حضرتك بتقول كده واسنانه طالعه لبره وفليرت، فبالتالي لو انت عالجته بالتركيبات بس انت سوقت الحاله ما حسنتهاش. فهو دايما التشخيص والنو هاو هو اهم نقطه في العلاج. العضه الغير سليمه تعيق عمليه التجميل تماما وتبوظها وتهدها رأسا على عقب. طالما انا عملت اسناني ودكتور السنان ما خدش باله من دي وحصل لي مشاكل فك، يبقى انا مش عايز دكتور سنان، انا عايز دكتور فك. خليني اكلمك عن حاله مرضيه منتشره جدا وللاسف كتير من الناس ما بتفهمهاش. صرع. الصرع ده مرض له ألف وجه، ومن ضمن أوجه الصرع إنه يجي في الأطفال حالة مرضية بيسموها بيتيمال إبليبسي أو صرع الأطفال، وده مش الشكل السينمائي المتعاهد عليه في الصرع، لا، الطفل تلاقيه هو قاعد مرة واحدة فصل ولا كأنه شايف حاجة حواليه، هو بيبقى شايف بس مش واصل للجهاز العصبي بتاعه إنه هو شايف حاجة، وما بيغمش عليه، بيفضل قاعد بس ما بيبانش عليه إنه متواصل مع اللي حواليه. في الفصل بيفتكروا انه بيسرح كتير، ووالده ووالدته يقول لك الواد ده على طول كده كانه عنده توحد، بيفتكروا انه عنده توحد، لكن ده اسمه صرع طفولي او بيتيمال ابيليبسي. الحاله المرضيه دي على فكره ممكن تبقى خطيره لو استمرت في البلوغ، لانه طبعا مش معقول يتعلم السواقه ويسوق وهو عنده الحاله دي، لانه هيفصل. الحاله دي في اطفال كتير وللاسف تفسر على انه مش متعاون مع مدرسينه او مش قادر يفهم الدرس، لكن في النهاية هو حالة من حالات مرض ذو ألف وجه هو الصرع. في فرق شاسع دلوقتي ما بين الشكل البني آدم قبل ما يزرع وشكل البني آدم بعد ما زرع. زراعة الأسنان تكنولوجيا لا تقبل المفاوضة. احنا دايما بنقول كده بنجري ورا التكنولوجيا بشكل مرعب. ده كله فن، دي ناس اشتغلت في الحاله دي عشان تطلع النتائج. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمي. مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، أهلا بك يا دكتور شادي. أهلا دكتور أيمن. منورنا والله. ربنا يخليك. هبدأ معاك بالأبيض والأسود والرمادي. أبيض، أسود، أم رمادي؟ التشخيص السليم كلمة صعبة جدا.
هي حجر الزاويه والبدايه الحقيقيه للتجميل والعلاج. ما بقاش تجميل بس. في عالم طب الاسنان ده دلوقتي الناس فاهماه يعني ابيض ولا اسود ولا رمادي. لا طبعا ابيض. هو صح بس الناس فاهمه كده. الناس مش فاهمه ده. ويمكن لو حبينا نفهمهم يمكن هجيب لهم حاله يعني من اقصى اقصى درجات الصعوبه. كويس؟ الحاله الحقيقه كل ناس كتيره شخصتها او حاولت تعالجها بشكل غير مظبوط وادى وهو كان طفل مش كبير يعني حد 20 سنه. و 20 سنه شباب شباب يعني شاب صغير شاب صغير وحب ان هو من هو طفل بيحاول يعالج في اسنانه وكل دكتور يقول له حاجه وهو فقد الامل في العلاج. فالمريض ده كان عنده فقد وراثي في احد القواطع. كان عنده القاطع الثاني بيك شيبد لاترال اللي هو شكله مدبب فواخد مساحه صغيره جدا. وفي نفس الوقت ابتدت بقى ايه العضه تبقى مش مظبوطه فابتدى يفتح الناب ده يرجع لورا هو والقاطع وابتدى يبقى عنده فراغ كبير جدا ما بين القاطعين الاماميين اللي بيسموها الفلجه. والفراغ ده يعني ده كوظيفه يعني كان عندنا ثلاث مشاكل يا دكتور. اول حاجه مشكله شكل ان شكل القاطع عامل مربع عامل زي البن تشيكلز والقاطع الثاني شكله مدبب عامل زي الهرم. حاجة دي أول مشكلة، مشكلة شكل. تاني مشكلة مشكلة فقد في أسنان مش موجودة. تالت مشكلة مشكلة اتجاه إن في فراغات ما بين الأسنان والأسنان متحركة من مكانها. لو جيت تحل حضرتك عايز دلوقتي دي تشخيص. تشخيص المفروض إن هو يوجه المريض للتخصص المظبوط. فلما تيجي تحلها من وجهة نظر التركيبات حضرتك عايز تقفل المسافة دي تقفلها هتضطر انك تكبر القاطعين دول لو حليت تركيبات بس هتكبر القاطعين دول تخليهم كبار جدا وهتحط القاطعين التانيين صغيرين جدا هيبقى عندك اثنين قاطع كبار جدا واثنين قاطع صغيرين جدا والناب راجع لورا والعضه مش مظبوطه. كويس؟ الفك السفلي نفس القصه عنده القواطع صغيره ولو حب يكبرها هيبتدي ان هو برده يبقى حجمهم كبير ومش متناسب في العضه ولا في الشكل مع المريض ده هيتوجه لفين؟ طب لو انا حبيت احلها بالتقويم هقرب القاطعين دول جنب بعض الزقهم في بعض واجيب القاطع ده جنبهم واحط الناب جنبهم هيتفضل لي هنا مسافه فاضيه هجيب مكانها ناب ففي الاخر هيبقى شكله عنده قاطع كبير جدا جنبه ناب وفي الاخر رصيتهم كلهم بس شكل المريض وحش جدا ومش عارف يضحك. طيب الحل ان تدمج التخصصات. اثنين يشتغلوا مع بعض ثلاثة يشتغلوا مع بعض. اوكي الاول بتاع التقويم يشتغل الاول بتاع التقويم يقرب لي السنتين القاطعين دول يقفل لي الفلجه دي. كويس؟ في نفس الوقت اسمه فلق السعد. ايوه في نفس الوقت يقفل لي فلق السعد ده يقفله ده خالص عشان يعرف ينطق الحروف صح. لا عشان نعرف نعمل كمان تصميم ابتسامه مظبوط ووظيفه مظبوطه. القاطع اللي شكله هرمي البيك شيب لاترال ده نجيبه في النص بالظبط في المسافه ما بين الناب وما بين القاطع بحيث ان احنا نقدر نكبره ونفتح مسافه للقاطع الثاني والناب نقربه ونعمل عضه مظبوطه الفك العلوي مع الفك السفلي والناب الشمال قفلناه مع اللي بعده. الناب اليمين ما قفلناهوش مع اللي بعده ليه؟ علشان الناب الشمال حجمه اكبر من الناب اليمين فعندي مشكله حجم فده برضو التخطيط ان انا هكبر الناب اليمين عشان يبقى قد الناب الشمال فلازم اسيب له مسافه عشان مش هكبره على حساب القاطع بس لو كبرته على حساب القاطع بس القاطع ده هيبقى اصغر من ده. فعشان يبقى القاطعين قد بعض يبقى انا هسيب مسافه كمان لو تلاحظ في الناحيه اليمين او الشمال بقى في الصوره ان الناب ده في مسافه ما بينه وبين اللي بعده، الناحيه الثانيه ما فيش المسافه دي، ليه؟ لان الناب ده اكبر من الناب ده. فانا محتاج ان انا اسيب المسافه دي عشان لما اكبره يبقى انا كبرته شويه من اليمين وشويه من الشمال. بعد كده ينتقل لعلاج اللثه. يبتدي بتاع اللثه يمسك الليزر يشكل لي النص دايره بتاعت كل سنه بالحجم الطبيعي بتاعها. ده قبل حتى التركيبات ما يدخل. قبل التركيبات. فيبتدي يشكل النص دايره دي وكل نص دايره ليه شكل يا دكتور ايمن. يعني النص دايره بتاع القواطع اللي في النص السنتر بتاعها جاي يمين وشمال مش جاي في النص. النص دايره بتاع القاطع اللي جنبه النص دايره بتاعه جاي في النص بالظبط يعني اكنه نص دايره جاي كده وجاي كده ده التصميم الابتسامه بقى الايديال. وبعدين النص دايره جاي كده وبعدين النص دايره بتاع الناب جاي شمال قريب لبعضه فيديك الشكل
الطبيعي بتاع اللثة، ثم بعد كده تنقله لقسم التركيبات تبتدي يعمل له تصميم ليه. بص اللثة هنا شايف اللثة اللي بنتكلم عنها ده اللي انا بقول لك عليه، النص دايره بتاع القواطع اللي في النص راحت يمين، نص دايره بتاع القواطع اللي في اليمين اللي جنبيهم في النص بالظبط، النص دايره بتاع الناب بيبقى جاي كده وطالع لبره شويه. ففي كل لثه، كل دايره او كل قبه من قبب اللثه فوق كل سنه له شكل مختلف عن الثاني. طبعا ده في الطبيعي، في الطبيعي وفي التصميم المثالي اللي احنا بنعمله، اللي هو المفروض ان احنا عايزين نوصل له، اللي انا عايز اوصل له. اوكي، بعد كده ابتدي اصمم الاسنان بالشكل ان انا الفراغات اللي عملها لي بتاع التقويم لما جيت حطيت فيها اسنان بقت السنان فيها سيمترية مطلقة، اليمين زي الشمال بالظبط، القطع ده قد القطع ده، متناسب مع حجم القطع الصغير ده والقطع الصغير ده، يعني الثلاثة اليمين قد الثلاثة الشمال، وكمان في تناسق ما بين حجم القاطع الكبير والقاطع الصغير والناب. كل ده اوجدناه منين؟ من الفراغات اللي عملها لي بتاع التقويم ومن الاشكال اللي عملها لي بتاع اللثه. فاذا الكمبيوتر بيشكل طبقا للي احنا عملناه له في التحضير عن طريق التقويم وعن طريق اللثه، نقدر نوصل للشكل الايديال ده. ان انا بقى عندي بقى الاسنان كلها مرصوصه، لثه مظبوطه، لثه مظبوطه، كل واحده رايحه في كل الفراغات اللي اتكلمنا عنها او المسافات اللي سبناها من ايام التقويم بالظبط. انا عارف بالظبط هستخدمها ازاي وهحط فيها ايه وهحط فيها ايه. وشكل الفك نفسه كبر، يعني حضرتك لو تلاحظ كده تحس ان الفك نفسه شكله عرض، على الرغم من ان العمليه دي كلها استغرقت قد ايه؟ شهرين ونص. فاذا عملنا تقويم خد شهر ونص، خدنا اسبوعين في علاج اللثه، وعملنا التركيبات بقى براحتنا، عملنا الاول مؤقت وبعدين عملنا الفاينل عشان نقدر نوصل لده. فهو اذا التشخيص السليم، ما هو الاجهزه دي موجوده عند الناس كلها اللي هم بيشتغلوا بالاجهزه دي، بس مين اللي هيقول هستخدم مين امتى؟ هو ده حجر الزاويه زي ما بيقولوا في التشخيص السليم. طيب هاخدك مع يعني في اسئله صريحه جدا، اسئله خطيره، تمام، اسئله مريعه، تمام، اسئله فظيعه. بجد يعني هقول لك على اسئله النهارده في المتهم والجاني والبريء هتبقى مفاجئه. تمام، فخلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم أم بريء؟ السؤال الأول، المنظومة الطبية أو المنطقة الطبية حيث مكان طبي عمل في طب الأسنان متبني القشرة التجميلية، أي حالة تدخل المركز ده يعملوا لهم قشرة تجميلية، هم شايفين إنها إيه أسهل وهم متدربين عليها، يقول لك كل المشاكل حط لها القشرة التجميلية وخلاص. الكلام ده بيحصل، دول متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده يتضرب بالنار في ميدان عام ساعتها. ده موجود بنسبة كام في المية دلوقتي؟ كتير كتير كتير، يعني للأسف التجارة في الطب بقت كتيرة. والقشرة التجميلية تحديدا سولت لمن لا يمتلكون قدرات كبيرة، ما هو مش محتاج لتحضير كبير ولا بتاع ولا حاجات، لا العكس بالعكس، ما انا عارف، ما هو هو لا ده اللي في دماغي. بص يا دكتور ايمن، هقول لحضرتك على حاجه، يعني في تكه كده صغيره في موضوع القشره التجميليه ده بالذات، يمكن انا ما اتكلمتش فيها قبل كده. القشره عشان تتعمل انا عندي السنه بتتكون من مكونين اساسيين، العاج والمينا، كويس. البورسلان بتاع القشره اللي هو نص ملي ده عشان يمسك في سطح واحد من السطح الخارجي بس لازم يمسك في مينا. لو الدكتور شال من السنه ووصل للعاج هيحصل للمريض ده حساسيه رهيبه جدا، التهابات في الاعصاب وكل شويه هتقع. كويس؟ عشان حضرتك تحضر في المينا، بس المينا دي حجمها في يمكن عند اللثه 0.8 من الملي، يعني 8 من 10 من الملي. ده حجم صغير جدا. حضرتك لو استخدمت التولز العاديه او الادوات الطبيعيه بالعين المجرده انت في الحته دي بالذات كل ما هتيجي تحضر هتوصل للعاج، والحته دي هي اللي بتعمل حساسيه مع السخن والساعه، والحته دي هي اللي بتعمل التهابات عند اللثه، والحته دي اللي بتخلي التركيبه تفك، والحته دي اللي بتعمل لك الخط الاسود فوق القشر. فهي الحته دي هي الجنكشن او العلاقه ما بين اللثه وبين التركيبه، هي اهم حاجه في التركيبه. دي ما تجيش غير بالمايكروسكوب. حضرتك بتكبر بالمايكروسكوب وتشتغل باداه رفيعه جدا، مايكرو رامبر رفيعه جدا، تبتدي تعمل بيها الفينش لاين في الحته دي. تفنش او تعمل بيها التحضير في الحته دي علشان خاطر تقدر تعمل القشره التجميليه بشكل مظبوط. بيجي لي مرضى كتير جدا جدا، انا عملت قشره
وما نمتش. ألم رهيب يا دكتور في أسناني كلها، مش مستحمل. أو ده كل شوية تقع وروح لدكتور يلزقها لي. فأقول له حضرتك ده دخل في العاج، شال المينا ودخل في العاج، فما قدامكش حل غير إن أنت تحط طربوش كامل. وأنت الطربوش الكامل بقى بيحمي السنة، مبقاش فيه حساسية لو معمول بشكل مظبوط. القشرة لأ، القشرة معمولة عشان تتحط على المينا، مش عشان تتحط تبرد لها وتحطها على العاج زي الطربوش، لأ دي بتتحط على المينا عشان تعوض تعويض للمينا جزئي. الطربوش بيتحط بيعمل تعويض كلي للمينا. فدي قصة ودي قصة، رغم ان يعني في ناس كتيره بتشوف ان الاثنين تقريبا قريبين من بعض في التحضير، فعشان كده عندهم مشاكل. وهو كله اخرط اخرط اخرط، اعمل اعمل اعمل، الزق الزق الزق، وفي الاخر المرضى بيعانوا يا عيني من التهريج ده. تعال نشوف بقى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ العضه الغير سليمه تعيق عمليه التجميل تماما وتبوظها وتهدها رأسا على عقب. يقين جدا، يقين جدا. وانا يعني انا بصراحه وانت بتحكي كده انا يعني بفتكر موقف يعني بضحك بشكل رهيب جدا. كان في احد البنوته جايه لي، والله يعني سبحان الله انت بتخليني يعني علم الاسنان بقى في طب في كوميديا رهيبه فعلا، يعني تلاقي او قسم البنات يعني. فجالي بنوته عندها العضه مفتوحه اللي هو اللي بيسموها الاوبن بايت. فالفك البريمولرز والسنان ما فيش لامس غير دروس العقل ورا، وكل الفك كان مفتوح. فراحت للدكتور قال لها ايه؟ قال لها اعمل لك تجميل. عمل ايه بقى سعادتك؟ مسك السنان الاماميه وقام مطولها عشان يقفل طول السنه نفسها. بقت رابت لايك. وقدام قافل وورا اسنانها ما بتقعدش على بعض. والمنظر تشوفه البنت حصل لها مشاكل في الفك، البنت اشعاعها تسلايد، مفيش بقى دراسه للعضه ولا اوكلوجن ولا بايو ميكانكس ولا اي حاجه، ده يعني شغل نجاره. فقفل بتاع البنت مش عارفه تقفل سنان على بعض. بنت عندها حصل لها مشاكل في الغضروف، ابتدت عندها مشاكل كتيره جدا، وتحولت حياتها الماساه ليه؟ من ان هي حاله اوبن بايت لحاله ديسلوكيشن وحاله مشاكل في الفك، وجايه بتدور. يعني هي بتتكلم في التليفون على الكول سنتر بتقول لهم انا عايز دكتور فك. هي مش فاهمه يعني عندها مشاكل في الفك، مش فاهمه. تقول لهم عندكم دكتور فك؟ انا مش عايز دكتور سنان، انا عايز دكتور فك. فقلت لهم طب هاتوها بس نشوفها، انا عايز اشوف. ما انا دايما بحب ايه يعني، دايما لما دايما حتى بتكلم معاك في برنامج الدكتور بحب اشوف الخلفيه بتاعه المريض عشان افهم هو طالب الطلب ده لاي سبب. فقلت لها ايه المشكله؟ قالت لي انا فكي بيطرقع بعد ما رحت عملت اسناني. فانا هي بالفكر بقى كده، لا طالما انا عملت اسناني ودكتور السنان ما خدش باله من دي وحصل لي مشاكل في فكي، يبقى انا مش عايز دكتور سنان، انا عايز دكتور فك. فطبعا فكينا العك ده كله، ابتدينا نعالجها الاول، نقفل العضه بالتقويم، وحطينا اسنان بقى بشكل مظبوط، الفك استريح ورجع بقى زي الفل. فهو It's all about science. It's all about العلم اللي احنا بندرسه علشان خاطر نقدر نوصل للنتائج المظبوطة. عايز اقول انه لازم اي دكتور سنان يتحمل مسؤولية ان هو يتعامل مع المرضى بشكل مباشر في منظومة خاصة به هو او باسمه هو او حتى في منظومة الجامعة. لازم يتحمل انه مشاكل السنان بتكون مشاكل مزعجة ومؤلمة، وبتخلي يعني صديقة عزيزة حصل لها مشكلة تقولي انا قعدت خميس وجمعه عادي على العمل المشكله يوميا، ودي دعوتها مزعجه. يعني مسؤوليه كبيره. طب كالعاده مبدع الاستاذ الدكتور شادي علي حسين في الناس الحلوه. خليكم دايما مع الناس الحلوه. صرع. الصرع ده مرض له ألف وجه، ومن ضمن أوجه الصرع إنه يجي في الأطفال حالة مرضية بيسموها بيتيمال إبليبسي أو صرع